إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من النقل المباشر لوقائع المحكمة الدولية وشهادة النائب مروان حميدي، ونستهل نشرة الثانية والنصف بأبرز العناوين. المحكمة العسكرية تخلي سبيل سجى الدليمي وعلا العقيلي وأولادهما، والأمن العام يتسلمهما. هيئة العلماء تلتقي عباس وإبراهيم وأشرف ريفي، وتكليفها بالتفاوض لا يزال متعثرا. المحكمة الدولية توافق على إدراج اسم وليد جملاط وعلي حميدي على قائمة شهود الادعاء. أهلا بكم. في خطوة قد تكون إيجابية على ملف العسكريين المخطوفين، أخلت المحكمة العسكرية سبيل سجى الدليمي وولديها، إضافة إلى علا العقيلي زوجة أبو علي الشيشاني، وتم تسليم الجميع إلى الأمن العام. المزيد في اتصال مع الزميل إدمون سيسين. يعطيك العافية إدمون. إذن يعني ما تفاصيل هذا الخبر يعني شبه غير المتوقع اليوم؟ نعم ديما، حصل هذا الأمر. المحكمة العسكرية في لبنان أخلت سبيل زوجة السابقة لأمير داعش أبو بكر البغدادي وطفليها الذين أوقفوا في 19/11/2014، إضافة إلى علا العقيلي زوجة أبو علي الشيشاني أحد قادة المجموعات في جرود عرسال والتي أوقفت في حيلان في صغيرتها مع ولديها أيضا. وأحالت الجميع إلى الأمن العام اللبناني كونهم من الأجانب ومن غير اللبنانيين. الآن الأمن العام اللبناني سيتحقق ما إذا كان دخولهم أو إقامتهم في لبنان مخالفة لأحد شروط الإقامة في لبنان، وإذا كانت أوراقهم صحيحة. وعلى هذه الحالة سيقرر الأمن العام إذا كانوا سيبقوا لديه. هذا طبعا من الناحية القانونية في حال ثبت أي مخالفة في إقامتهم أو في دخولهم. أما من الناحية الواقعية فإن الدليمي وعقيلي ستكونان ورقة من أوراق التفاوض للدولة اللبنانية في عملية يعني محاولة إخراج المخطوفين العسكريين من جرد العسال، خصوصا بأن اللواء عباس إبراهيم المدير العام الأمن العام هو المكلف رسميا في عملية التفاوض من قبل الحكومة اللبنانية. للإشارة فقط ديما، أنني ذكرت وسقط سهوا أن مع زوجة البغدادي كان هناك طفلان، والصحيح أن كان هناك ثلاثة أولاد. ديما لك الزميل المؤسسين على هذه المعلومات. وتزامنا يحمل وفد من هيئة علماء المسلمين مبادرته في ملف العسكريين المخطوفين، ويجول به على عدد من المسؤولين. وبعد اللواء عباس إبراهيم يلتقي في هذه الأثناء الوزير أشرف ريفي في وزارة العدل، حيث تنضم إلينا الزميلة هدى شديد. يعطيك العافية هدى. وأنت كمان ديما، بالفعل هيئة علماء المسلمين يجتمع وفدها برئاسة الشيخ سالم الرافعي في هذا الأثناء مع وزير العدل اللواء أشرف ريفي. اللقاء بدأ منذ قليل، وكان الوفد التقى صباحا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ووفق معلومات خاصة بالـ LBCI أن الاجتماع كان إيجابيا جدا، وكان الحديث واللواء إبراهيم رحب بمبادرة هيئة العلماء المسلمين، كما كان الحديث عن تعاون في هذا الإطار. مصدر وزاري قال للـ LBCI أن احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء يبقى واردا طوال هذا اليوم، وربما تتم الدعوة قبل ساعة من انعقاد هذه الجلسة. انعقاد هذه الجلسة يتوقف على موافقة مسبقة على تكليف هيئة العلماء المسلمين بأن تقوم بمبادرتها مع الجهات الخاطفة من أجل الإفراج عن العسكريين المخطوفين. وفق المعلومات أيضا أن هناك موافقة سابقة من حزب الله تتعلق بعملية التفاوض مع الخاطفين وأيضا بالمقايضة، ولكن كان هناك تحفظ واعتراض من فريق الوزاري العائد للتيار الوطني الحر. يعني هذا الفريق ربما أيضا يعني تسجل اتصالات معه من أجل أن يوافق على هذه المبادرة. عندما تكون هناك موافقة مسبقة من جميع مكونات الحكومة تنعقد الجلسة لمجلس الوزراء وتتم عملية التفاوض. وفد هيئة العلماء المسلمين بعد لقائه هذا سوف يتوجهون للقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهناك لقاء مساء اليوم عند 6 أو 7 من مساء هذا اليوم مع النائب وليد جملاط لتستكمل الاتصالات. وهناك طلب موعد مع
قائد الجيش وليس معروفا هذا الموعد متى يحدد، ولكن هناك وفق المعلومات هناك توجه عام بأن تكلف هيئة العلماء المسلمين بأن تباشر بهذه المبادرة، ولكن الاتصالات ما زالت تتم حول عملية المقايدة وحدود هذه المقايدة ليعلن الموضوع هذا رسميا ديما. شكرا لك يا زميلة هدى شديد على هذه المعلومات. وفي غضون ذلك يحارب أهالي العسكريين المخطوفين الوقت والطقس في رياض الصلح، حيث تنضم إلينا الزميلة ندى إندراوس عزيز. إذن ندى، ما آخر الأجواء لديك، وهل من ردة فعل لدى الأهالي بعد خبر طبعا يعني إطلاق تسليم سجى دليمي إلى الأمن العام؟ يعني بطبيعة الحال ديما، على الرغم من هذا الطقس الماطر والضبابي، إلا أن هذا الخبر أثلج قلوب الأهالي بعض الشيء. اعتبروا أنه بادرة أمل أو بادرة حسن نية بإطلاق الامرأتين والأولاد وبتسليمهم إلى الأمن العام، واعتبروا أن هذا قد ينعكس إيجاباً على ملف المفاوضات، ولكنهم في الوقت نفسه ينتظرون أن تكلف الحكومة هيئة العلماء المسلمين رسميا التفاوض، لأنهم منذ الأساس يعتبرون أن الهيئة طالما أنها لعبت دورا بإطلاق 14 تقريبا من العسكريين أول ما يعني بعد أحداث عرسال وفي الدفعة الأولى التي كانت تم إطلاقها، بإمكانها أن تساهم في إنهاء هذا الملف. على كل سنستطلع آراء الأهالي الذين ينتظرون اليوم أيضا أن يلتقوا النائب وليد جملاط بموعد لم يحدد أي ساعة، ولكنهم سيلتقونه اليوم ليسمعوا ربما منهم ما كانوا سمعوه أصلا من النائب وليد جملاط، ولا ربما يعني يطلعهم النائب وليد جملاط على ما يصر على القيام به بما يتعلق بفعلا إنهاء هذا الملف، لأن الأهالي يعولون بشكل أساسي على موقف النائب وليد جملاط. أستاذ حسين يوسف، يعني عم بتابعوا أول بأول هيدا الخبر، مثل كأنه ريحكم بعد الشيء إطلاق سجى الدليمي والعقيلي مع الأولاد وربما جولة هيئة علماء المسلمين، وإذا كان في توجه لتكليفة بالمفاوضات؟ نحن مثل ما بتعرفوا كلكم من البداية كنا عم نطالب بهيئة علماء المسلمين، أما بموضوع السجينات أو الموقوفات النساء نحن من البداية مبدأنا كان ضد هذا الموضوع، سواء كانوا سوريين أو غير سوريين، سواء كان لهم علاقة بملف أبنائنا أو ما لهم علاقة. بكل الأحوال نحن كأهالي ضد اعتقال أي مرأة، حتى لو كانت هذه المرأة اعتقال قد يؤدي إلى إطلاق سراح أبنائنا، نحن أبدا ضد هذا التحرك. نعم. ضد هذا. كيف بتشوفوا اليوم يعني إخلاص؟ أكيد نحن بيعطينا نوع من الأمل الجديد وبيعطينا نوع من الارتياح، بنحس إنه الدولة مشت بخط إيجابي وعلى طريق حلحلت أو فكفكت بعض العقد، نأمل بأنه يكفوا ويحلحلوا العقد الثاني. ناطرين تلتقوا النائب وليد جملاط تتقولوا له شو، خاصة إنه كنتوا عم بتطالبوا بجلسة استثنائية لمجلس الوزراء لتكليف هيئة العلماء المسلمين رسميا، ولكن لم يحدد موعد للجلسة حتى الساعة. نحن مش رايحين لعند وليد جملاط لنقول له شو يعمل، نحن رايحين نقول له شكرا، لأنه هو بصراحة ولا مرة حاولنا نطلب منه شيء، كان لحاله عم يتصرف، كان لحاله حامل مسؤولية، كان لحاله طبعا عبر النائب أو الوزير بفعور بدي أقول لك متحملين مسؤولية ضمير فيها. نعم. إنسانية فيها، تعاطي باتجاه هذا البلد كان بشكل كتير منيح، لذلك نحن مجرد ما نقعد مع وليد بايك على القليل نقول له شكرا، طبعا نتمنى عليه ونأكد ونشد على إيده أنه يكفي بهذا الاتجاه، مع أنه ما بده مين يطلب منه، بس نحن واجبنا كأهل على القليل نتوجه له للشكر، نسمع منه بعض ما بحاوزته إذا بدك، خلينا يمكن شوي كمان هذا الشيء يريحنا بس. إن شاء الله خير على كل حال، ويعني طبعا ديما هن بانتظار هذا اللقاء وبانتظار أن يعلموا إذا فعلا في نهاية هذا النهار ستكون هناك من جلسة. طبعا هذه الجلسة سيكون على جدول عملها فقط تكليف هيئة العلماء المسلمين تسلم ملف التفاوض لإطلاق سراح العسكريين، ولكن حتى وعندما كنت في السراي قبل ظهر اليوم لم يكن هناك من أجواء توحي بأن الجلسة أو أن هناك اتفاق نهائي على تحديد موعد هذه الجلسة قبل سفر الرئيس تمام سلام. شكرا لك يا زميلة ندى إندراوس عزيز على هذه الأجواء.
هذا وأعلنت جبهة النصرة أن الطيران اللبناني قصف منزل عائلة محمد حسين الحجيري أبو هيثم في وادي عجرم شرق حاجز وادي حميد المعروف بحاجز الملاهي، ما أدى إلى مقتل الأب وأحد أطفاله وإصابة الأم وباقي الأطفال. ولفتت النصرة عبر حساب مراسل القلمون على تويتر قبل أن يتم إغلاقه إلى أنه يبدو أن قرارات خلية الأزمة التي تزعم أن هدفها إنقاذ حياة العسكريين المخطوفين بدأت تأخذ منحا قد يودي بحياتهم بسبب هيبة الدولة المزعومة بحسب النصرة. وفي المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط 3 قتلى وجريحين في قصف للطيران السوري استهدف منطقة العجرم على أطراف بلدة عرسال وأصاب منزلا بشكل مباشر. المحكمة الخاصة بلبنان تواصل جلسات الاستماع إلى النائب مروان حميدي ووليد جنبلاط وعلي حميدي على قائمة الشهود. وافقت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على إدراج اسمي النائب وليد جنبلاط والصحفي علي حميدي في قائمة شهود الادعاء في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبرة أنهما كانا في موقع يسمح لهما بتقديم الأدلة وشرح السياق العام للأمور والظروف المحيطة بالقضية لتفسير دوافع الاغتيال. أن الغرفة مقتنعة أن إفادة السيد جنبلاط والسيد علي محمد حميدي تعتبر ذات الصلة بصورة أولية بالتهم الواردة في قرار الاتهام، وفيما يتعلق بإفادة السيد مروان حميدي فإفادته تتعلق بالوضع السياسي في لبنان في العام 2004 وبداية 2005، وهي من شأنها أن تعطي الخلفية والسياق العام للأدلة التي قام الادعاء بتقديمها وحتى أحياناً قام الدفاع بتقديمها. في استجواب النائب مروان حميدي من قبل فريق الادعاء عرضت الصورة الأخيرة التي ضمته مع الرئيس رفيق الحريري وشقيقته بهية قبل مغادرة الحريري اجتماع اللجان النيابية المشتركة في 14 من شباط 2005، حيث كانت تتم مناقشة القانون الانتخابي. كان مطمئناً كما يبدو أيضاً من صورته أن أيا كان القانون الذي سيعتمدونه، وهو يعلم أن الأكثرية النيابية حتى هذه اللحظة كانت أكثرية نيابية موالية للنظام السوري، أيا كان القانون سننتصر في انتخابات الربيع 2005. حمادي شرح للممثل القانوني للمتضررين تفاصيل محاولة اغتياله التي سبقت اغتيال الرئيس الحريري والظروف التي أحاطت بها. جولة مكوكية لمدير شؤون الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو على عدد من السياسيين حمل خلالها ملف رئاسة الجمهورية. الرئيس الأسبق ميشيل سليمان وإثر اللقاء أكد أن أي حوار ينتهي بالنزول إلى المجلس وانتخاب الرئيس هو حوار ضروري ومرحب به. جيرو بحث ملف الرئاسة أيضا مع النائب العماد ميشيل عون ومع الرئيس السابق أمين الجميل الذي دعا اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم لانتخاب رئيس للجمهورية. الأبواب منا مسكرة في أفق إيجابية، إنما إذا ما نحن كذلك أمر أمنا بواجبنا بالداخل وكذلك أمر توحدنا حتى نقدر نوصل لنتيجة، كل هالمساعي الخارجية ما بتنفع. بهدف الاطلاع على جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وصل وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل آتيا من الكويت إلى بغداد في زيارة مفاجئة، حيث يطلع من قادة عسكريين أمريكيين على الوضع ويجري محادثات مع عدد من المسؤولين العراقيين. هاجل لفت أمام مجموعة من الجنود الأمريكيين والأستراليين إلى أنه باستطاعة الولايات المتحدة وحلفائها مساعدة العراقيين في القتال ضد الدولة الإسلامية، ولكن حكومة بغداد هي من سيتولى الحملة في النهاية، قائلا إنه بلدهم وسيترتب عليهم تولي إدارته.
دعت إيران من جديد إلى حل إقليمي لمحاربة الجماعات الجهادية وتفادي تدخل قوات أجنبية في العراق وسوريا. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام المؤتمر الدولي الأول العالم في مواجهة العنف والتطرف المنعقد بطهران أن لا ضرورة لتقوم دول من الخارج بتقرير مصير شعوب المنطقة، مطالبا الدول التي ساعدت في تمويل الإرهاب بوقف المساعدة المالية المباشرة وغير المباشرة لتلك المجموعات. وأضاف روحاني أن العالم الخالي من العنف يتحقق حينما تتعاون الحكومات فيما بينها وتنسق في سياساتها ما يدفع بالتيارات المتطرفة إلى الهامش. تمكن برنامج الأغذية العالمي من جمع أكثر من 80 مليون دولار لاستئناف مساعداته الغذائية لشهر كانون الثاني وجزء من كانون الأول عبر تبرعات الدول المانحة. وفي المقابل تستضيف جنيف اليوم مؤتمرا بعنوان إعادة توطين النازحين السوريين إلى دول أخرى بهدف تخفيف الأعباء عن الدول المجاورة لسوريا. وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تقاعس دول الخليج الغنية عن استضافة لاجئ واحد من سوريا أمر مخجل، معتبرة أن على الدول الغنية أن توافق على استقبال 5% على الأقل منهم بحلول نهاية العام 2015. وفي الانتظار ماذا يقول النازحون وماذا يتوقعون من الاجتماع؟ أنا من الدول الأوروبية نساعدني وأنا مصاب بشلل ما بلاقي دواء هون. والله نتمنى من الدول الأوروبية أنه مثلا يكون رعاية تعطيفية للمعاقين اللي زيه هيك أنه يساعدوه. شوف كل نهار مرمي بتراب بالشمس. أنتوا دول الغربية مش معنا، أنتوا حطيتوا العبء على الأردن وعلى لبنان على الدول العربية المجاورة على سوريا ومشيتوا درتوا ظهركم علينا. إحنا لا بدنا إياكم تكون تشاركوا بهذا الحرب اللي صارت على سوريا، بدكم تشاركوا أقل شيء أنه تغضوا لاجئين تخففوا عبء. وتشاهدون بعد هذا الفاصل أموال البلديات في الرابية. أهلا بكم من جديد. النفايات الصلبة في السراي، فقد ناقشت لجنة معالجة النفايات الصلبة إذن برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام التصورات النهائية الموضوعة لمعالجة الملف والتي ستقدم إلى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة. وزير البيئة محمد المشنوق الذي تفاءل بقرب انتهاء هذا الملف أكد الحرص على الانتقال بمعالجة مطمر النعمة إلى مكان آخر حيث مستقبل معالجة النفايات في لبنان. كما قال: هناك تصور بات مكتملا ودخلنا أيضا ببعض التفاصيل إن لجهة تفاتر الشروط أو لجهة المناطق، تكونت صورة واضحة لدى الجميع وتوافقت على المبادئ بمعنى كيفية المعالجة وكيفية إنهاء هذه الأزمة وتحويلها إلى طاقة. أن نتفائل بقرب إنهاء هذه المشكلة رغم أننا سنحتاج طبعا بالنسبة لمطمر الناعمة لبضعة أسابيع لحين اكتمال موضوع إجراء المناقصات. وفي الرابية اجتماع بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون ورؤساء اتحادات البلديات في المناطق للبحث في ملف عائدات البلديات من الخلوي. أعلن على أثره عن تشكيل لجنة تنسيق من البلديات لمتابعة موضوع العائدات منذ العام 94 حتى اليوم. النائب إبراهيم كنعان لفت بعد الاجتماع إلى أن هذا الملف اجتماعي تنموي بعيد عن السياسة، مؤكدا أن الاتحادات البلدية تحتفظ بحق التحرك بالأطر الديمقراطية لتحقيق مطالبها خلال مدة شهر. على مستوى التحديات المالية يلي عم تواجهها البلديات من مسألة النزوح إلى مواضيع أخرى أمنية إلى مواضيع تنموية إلى مواضيع حتى تصل إلى رواتب ببعض الأحيان لهذه البلديات لموظفينا والعاملين فيها، هذا الأمر أكثر من ملح، هذا الأمر أكثر من أساسي وضروري، والمطلوب التعاطي معه بعيدا عن منطق، يعني أي منطق إذا بدك فوقي وأي منطق سياسي. هذا مطلب اجتماعي بلدي تنموي محلي لبناني يطال كل اللبنانيين.
إنجازات المدارس الرسمية كانت لها حصة الأسد على جدول أعمال وزير التربية إلياس بوصعب الذي استقبل وفدا من إدارة وتلاميذة ثانوية بيصور الرسمية بعد فوزهم بالمرتبة الثالثة في المسابقة العالمية كوانتا بمشاركة أكثر من 70 دولة في الهند. كذلك استقبل وفدا من تلاميذة مدرسة دهور الشوير الرسمية بعدما حازوا على المرتبة الأولى والثالثة في مسابقة الروبوتس والبرمجة في مباراة أقيمت في جامعة الحريري. بوصعب شدد على أن هذه الإنجازات هي خير دليل على أن المدارس الرسمية قادرة على المنافسة حينما تتوفر الشروط والرعاية اللازمة. اختتام مهرجان السينما الأوروبية الذي كان في ضيافة بيروت ومخرجون لبنانيون إلى الخارج. حيث لا شيء سوى الماء، فيلم الشاب محمد الصباح فاز بجائزة أفضل فيلم قصير من إخراج طلاب لبنانيين مع اختتام الدورة 21 لمهرجان السينما الأوروبية. فيلم تميز بشاعريته يروي قصة عائلة تتفكك واكتشاف الأم لإصابتها بسرطان العظم. الصباح نال دعوة لمشاركة في مهرجان أوبر هاوسن الدولي للأفلام القصيرة في ألمانيا. هيدا الجائزة أكيد تعني لي كتير، لأنه بالنسبة لي عم بحس أنه في عالم أكتر أكتر عم تحب الفيلم وعم بتقدر الشغل اللي عملته، وهيدا الجائزة الشيء اللي كتير مهم فيها أنه جابت سفرة على بلد أوروبي وين رح روح وأتعرف على العالم، وإن شاء الله أقدر من وراء هونيك بعد أقدر ورجي فيلمي لأكتر عالم، وبركة من خلال هيدول المعارف أقدر أعمل بعد أفلام أكتر. لكن محمد تقاسم الجائزة بالتساوي مع بان فقيه عن فيلمها أسيل وجاد لحيويته وجرأته وفكاهته المميزة، وهو الذي يروي قصة المشاكل الزوجية لتكسب دعوة للمشاركة في مهرجان كليرمون فران الدولي للأفلام القصيرة في فرنسا. انبسطت كتير انتجا ريكوجنيشن انه هالدومين هو ريكوجنيشن، يعني ما في شيء تاني، انه اكيد تشينج وكل شيء، بس انه ريكوجنيشن از اسينشال، سو ام جلاد انه طلع لي هذا الشيء، سبيشلي انه حروح على انترناشونال فيستيفال بفرنسا، سو فيني اتعرف على عالم وتبروموت بركي انذر ايديا اي هاف. اما جانا يونس فنالت تنويها خاصا من لجنه التحكيم عن فيلمها اوريندا. الجائزه اللي اخذتها هي جائزه لإلي كثير معنويه، لانه بعتقد شوي عم جرب انه خلي العالم يشوفوا نوع جديد من الفلومة اللي هو فيلم بس رقص، فلسه مخبرة من خلال رقصها. صحيح أن مهرجان السينما الأوروبية اختتم، لكنه شكل بوابة لمخرجين لبنانيين قد توصلهم إلى العالمية. وتتابعون معنا بعد قليل. البحرين تتهم حزب الله. أهلا بكم من جديد في أخبارنا الدولية والإقليمية. وفي اليمن تحديدا قتل 7 عسكريين وأصيب 8 آخرون في هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين استهدفا مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون، ثاني أكبر مدينة في محافظة حضرموت شرق البلاد، وتبناهما تنظيم القاعدة. اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على غزة الصيف الفائت، مطالبة بدخول القطاع وإجراء تحقيق دولي بلا عراقيل. وأكدت المنظمة أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية دمر 4 مبان تم عبدا وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري، ويشكل بالتالي انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت عقابا جماعيا بحق سكان غزة. اتهم وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد الخليفة اتهم حزب الله بالوقوف وراء عملية تفجير في منطقة دمستان جنوب غرب العاصمة المنامة أدت إلى مقتل شرطي أردني الجنسية. وكتب على حسابه على موقع تويتر: رجل أمن آخر يسقط شهيدا في البحرين، قتلته قنبلة من صنع حزب الله الإرهابي. وبعد ساعات على الحادثة قتل مواطن بحريني وأصيب آسيوي بجروح في تفجير آخر في قرية كرزكان الشيعية غرب المنامة. حركة الوفاق الشيعية المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية سارعت إلى إدانة الهجوم، مؤكدة رفضها القاطع لأي عمل عنفي.
آخر رهينة فرنسي في العالم أصبح حرا، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند معلنا أنه تم الإفراج عن الرهينة سيرج لازافيتش الذي كان اختطف في صحراء مالي منذ 3 سنوات على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وبحسب الرئاسة النيجيرية فإن عملية الإفراج تمت بجهود من النيجر ومن مالي. دخل وقف إطلاق النار على خط الجبهة في شرق أوكرانيا حيز التنفيذ. طرفان النزاع التزما حتى الساعة بالقرار بعدما أعلنت كييف عن هدنة جديدة وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى المنطقة. من جهته قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا سوف تجتمع قريبا لمناقشة تنفيذ إجراءات تعزيز خطة وقف إطلاق النار. انتهت النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.